الحمد لله الفترة الصباحية اللي صادفت اليوم الدخول المدرسي دازت واحد جو جيد رغم الإكراهات ورغم الظروف كنعرفوا الظروف اللي كتعيشها بلادنا وعبرها العالم. الحمد لله احنا غاديين مجندين بتضافر الجهود ديال الجميع اللي كنحيوا اليوم جمعية الآباء بكل الطاقم ديالها والآباء أولياء التلاميذ اللي تعاونوا معنا وفهموا الرسالة في التنظيم هذا. الحمد لله احنا دابا سايرين قدامين على أساس الوليدات يعرفوا شنو غادي شنو تابعهم ويعرفوا كيفاش غيكون التنظيم ديال السنة الدراسية في ظل هذه الظروف الاحترازية هذه. بصراحة نيت كانت واحد هي ما نقولوش مفاجأة لأن كانت شي حوايج مثلا اللي منتظرة الدراري راه تعطلوا على المدرسة وكتشوف نيت بصح نيت كان متحمسين جدا لأن فحال الوقت كان طويل جدا عليهم هما وهم معتادين غيدخلوا في شهر 9 المدرسه ديالهم وتاخرت حتى شهر 10 لظروف اللي تنعرفوها جميع وهذه بدايه ان شاء الله تكون بدايه موفقه. بصفتي كرئيس جمعيه اباء واولياء التلاميذ والتلميذات لعبد الرحمن الدكالي كنتواجدوا من اجل اخذ واحد الحيطه والحذر والاجراءات الاداريه والاحترازيه من اجل احتواء فيروس كورونا من تتبع التلاميذ والتلميذات للدخول اللي هو اليوم ليوم يعني اليوم الواحد اكتوبر 2021 اللي هو للموسم الدراسي سنه 2021-2022. هذا اليوم اللي كان هو يوم استقبال التلاميذ والتلميذات بالاقسام ديالهم وحضور مجموعه من اعضاء الجمعيه اللي كذلك ساهموا معنا في يعني اخذ الحيطه والحذر والمساهمه ديال الجمعيه اللي كانت هي توزيع كمامات على جميع التلاميذ والتلميذات اللي ما كيتوفروش على الكمامه وكذلك التعقيم اللي توزع او عقمنا في الباب. هذه كاجراءات درناها اليوم خديناها بالتنسيق من طبيعه الحال مع الاداره تحت اشراف السيد ابراهيم العلوي مدير المؤسسه. شكرا لكم جميعا وشكرا لجميع الاباء والامهات اللي كانوا ساهموا معنا كذلك في هذا اخذ الحيطه والحذر وهذه الاجراءات اللي هي من الضروري في هذه الحالات الاستثنائيه. شكرا لكم وتحيه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.